أجل بكرة إن شاء الله، إيه اللي في موروث الماضي من معاني ودروس يقدر نجومنا الكبار يفيدوا بيها لعيبة الأهلي اللي بتخوض بكرة هذا النهائي الكبير المهم؟ تسمع ترافولتا؟ شريف عبد المنعم. آه طبعًا. كابتن شريف أهلًا بيك. أهلًا بيك وأهلًا بيك وأنا كابتن عبدي أستاذي معلمي. وديت البدلة البيضاء فين يا يا شريف؟ أستاذ إبراهيم مساء الخير. إزيك يا كابتن شريف؟ إزي صحتك؟ دايما منورين انتوا الاثنين، والحقيقه يعني بتخلونا فعلا قعدتونا قدام التلفزيون، من الناس اللي قعدتنا قدام التلفزيون. ربنا يخليك. ما بنعرفش يقولوا ايه بعد كده يعني. لا احنا حاجه ربنا يخليك كابتن، وبعد كده ما بنبقاش عارفين، نفضل قاعدين متسمرين قدامكم عشان نشوف جمال الحديث بينكم والدويتو العظيم. يا ما سمرتنا انت في الملاعب. انا عارف انت عملت قليل. والله ربنا يخليك. تعليماتك يا كابتن عادل. كابتن شريف كنا جيل محظوظين يعني. كابتن شريف وانت خدت البطولات الافريقيه دي كتير جدا، شايف مباراه بكره ازاي؟ والله ما تزعلوش مني، هي 50% 50% 50-50 زي ما بنقول يعني. هي كده فعلا. الا اذا احنا لعبتنا الرجاله اللي هم وصلوا لهذا الموقف ووصلوا نفسهم رغم المستشفى بتاعت الاهلي، يعني انا بقول مستشفى الاهلي بكره بتلعب الفاينل. حقيقه. صحيح. مستشفى المعلمين. مستشفى الاهلي اللي هي شارع صالح سليم. ايوه. فالحقيقه كم من الضغط النفسي والعصبي عليهم اكتر من اللي هو الضغط الغيابات، جايه بي بيتصف وقت طبعا خطير وعم معلول والدويتات بتتقسم يا كابتن عادل يا استاذ ابراهيم. الدويتات اللي هي مهمه جدا، العناصر اللي هي متوفره في فرقه الترجي. أيوة. الحقيقه احنا عندنا احنا راحت مننا بابره وفتله، وليد سليمان بيجيب الخطوط جنب بعض ويلضم الملعب جنب بعض وبرؤيه الخبره والتالنت يقدر يهرب ويعمل جول زي اللي عمله في فريقه في وقت الصيف اللي انا بشوفه من اقوى الفرق اللي كانت موجوده في البطوله الحقيقه. هارد لك ليهم الحقيقه، فرقه كبيره وانا بشوفها اكبر من فرقه الترجي بكتير. ويجوز ليهم حظ بعد كده باذن الله في البطولات الجايه بهؤلاء اللاعبين المتميزين. احنا عدينا وزي ما كان بيقول لي السيد عبد الحفيظ هي شكلها كده مكتوبه لينا. ان شاء يعني الله. الوداد بيعدي منك يا كابتن، انت بتتفوق على الوفاق الصيف. الترجي اللي هو معاك في المجموعه انت دايما يعني بنقول كعبنا عالي عليه وفاهمين لعيبته كويس قوي وعارفين مين هم اخطر اثنين في الملعب، كوليبالي والراجل اللي جنبه كوم ده. هما دول اخطر اثنين، وحلقه الوصل بين البلايلي وانيس. أيوة. والخنيسي دول، احنا بس نطالب من ربنا والتوفيق يكمل باذن الله ان احنا ما يخش فينا جوال بالبلدي كده يعني. 0-0 يا كابتن دي نتيجه هايله، 1-0 نتيجه احلى، 2-0 و3-0 مبروك عليك البطوله يعني. احنا بنتكلم دايما بكره ان اللعيبه بتاعت الصبر والهدوء، عدم السربعه، عدم ان يبقى في عندي هجمه ان انا اهتز. كابتن شناوي بقى ياخد خطوتين بره المرمى، لان احنا كل مره يا كابتن عادلي الفيرود بيسبق الديفندر بتاعنا بخطوه ويحطها بدماغه جوه الجول، وده بيبقى في ارضنا. هم محظوظين علينا هنا قوي في الحته دي يعني. اي كره عرضيه بتجينا لازم زي ما عودنا الشناوي ان هو يكون الاساس بخطوه بره، عامل عمليه احباط لهذه العرضيه، ما يستناش ويتفرج لغايه لما يلاقي الفيرود بيتعامل مع الديفندر بتاعنا اللي هو طبعا بيبقى في ناس جايه هو مش شايفها جايه من الخلف او جايه على الكرات العرضيه اخطر ما في المباراه والثوابت كمان. فانا بتمنى من الشناوي كل التوفيق بكره، هو نص الفرقه باذن الله. كابتن شريف، اول مباراه ليك هرسد الصومالي اعتقد ان كانت افريقيا، هرسد الصومالي مكان وسط عمالقه يعني. عشان انا ليا قصه في الموضوع ده هحكيها بعد ما اتكلمنا عن المباراه دي. نازل الملعب بتعليمات قبلها بيوم. تلعب تاني تايم مكان كابتن علي زيور، دكتور علي زيور ابن الكابتن رحمه علي زيور. أيوه. وكان الاستاذ عزت ابو الروس استاذنا الكبير هو مدير الكوره، ومستر كوتشي وكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه بقى هم قائمه التدريب يعني. كان عندك كم سنه يا كابتن؟ كان عندي 17 سنه ونص بالظبط. وكان كابتن عادل معايا بقى في منتخب الناشئين، وهو وكابتن احمد مكاوي اللي كانوا يعني متبنيين الحقيقه. ما هو انا قلت الله يرحمه احمد علام. أيوة. كنا قاعدين في جنينه ابن جهينه.
في اخر ساعه رئيس القسم الرياضي، فوانا قاعد معاه بقول له عندنا في قطاع الناشئين ولد لو خد الفرصه مش هيسيبها. قال لي اسمه ايه؟ قلت له اسمه شريف عبد المنعم، كان وقتها شريف ما كانش 17 سنه. لكن عنده شخصية كابتن. بكرة إن شاء الله نتبادل التهاني وربنا يوفق بإذن الله. هرجعك بس يا كابتن إبراهيم بماتش الترجي المرة اللي فاتت، السنة اللي فاتت، بأن أول تلت ساعة لو إحنا كنا موفقين إحنا كنا كسبنا 4-0، كانت نتيجة غير عادلة تماما لدرجة أن أنا قلت إحنا هنكسب على أرضها هناك، وكانت لنا يعني. فاحنا اول تلت ساعه لو وفقت يا كابتن ريم انا ببارك لك باذن الله. نتكلم بعد الماتش ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. الف شكر، شكرا جزيلا للكابتن شريف عبد المنعم نجم مصر والنادي الاهلي السابق الكبير الحياه وصاحب صولات كبيره في الملاعب.